كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة كانت حريصة على عدم انعكاس زيادة أسعار الذرة والقمح على المواطنين بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. أكد الرئيس السيسي أن الدولة حاولت رفع العبء والتخفيف عن كاهل المواطنين. إن إحنا كدولة حرصنا على إن إحنا ما نزودش ونعكس التكلفة الكبيرة اللي إحنا يعني إحنا لما الدكتورة هالة اتكلمت على إن الأسعار زادت ل 60 ل 70% بين الذرة والقمح. طب ما إحنا كميات اللي بنجيبها وبنستوردها من الخارج من السلعتين دول يا دكتور مصطفى ضخمين جدا، كان نفس الكمية بنجيبها تقريبا، لكن إحنا لم نعكس الزيادة اللي حصلت فيها الأسعار خالص طبعا. أنا بس عايز أقول ده ليه؟ عشان يمكن الناس تقول إحنا الأسعار غالية بره، مفيش كلام، عندنا أنا بتكلم على مصر، بس أنا عايز أقول إن الدولة حاولت، والهدف من التقديم أو من العرض اللي الدكتور هالة بتقدمه لينا كلنا، هو الهدف منه إن إحنا كدولة عايزين نقول للناس سواء كانوا مسؤولين او مثقفين او اعلاميين الحكايه ايه بشكل احنا شايفينها ازاي، ثم احنا كدوله عملنا فيها ايه.